بون، السلام عليكم، واش راكم لافامي؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس. اللي جديد معانا ما ينساش يدير ابوني. اللي من لافامي هاي باينه فرقع جداب لي جاتو. لا فيديو ده ان شاء الله راح نشوفه مع بعض اسعار الهواتف حاليا في سوق الجزائر لشهر مارس 2023. تبعوا معنا، ما تنساش صاحبي جيم لا فيديو، واذا كنت ماكش ابوني دير ابوني. خلينا نشوفوا لي بري تاع التليفون. اول تليفون واللي هو الجالاكسي S22 الترا 5G 828 الفيرسيون تاع سناب دراغون اللي فيها بيس وحده. البري تاعها حاليا في سوق الجزائر واحد 185000 دينار جزائري. تليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي S10 بلس 828 نسخه سناب دراغون اللي فيها دو بيس، راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 58000 دينار جزائري. تليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي S10 5G نسخه 8 جيجا بايت رام مقابل 256 جيجا بايت روم، وزيد نسخة سناب دراغون راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 58500 دينار جزائري. التليفون اللي بعدو عندنا الجالاكسي F62 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 48000 دينار جزائري. التليفون اللي بعدو عندنا الجالاكسي A53 5G 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 68900 دينار جزائري. التليفون اللي بعدو عندنا الجالاكسي A52 5G 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 68500 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي M51 828 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 58500 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي A32 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 48500 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي A13 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 33500 دينار جزائري. تليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي M33 5G 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 41000 دينار جزائري. تليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي M32 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 31000 دينار جزائري. تليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي F22 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 28000 دينار جزائري. تليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي M13 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 27000 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا الجالاكسي F13 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 28500 دينار جزائري. دروكا نروحوا لشياومي، عندنا ريدمي نوت 11 برو 828 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 56900 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي نوت 11 برو بلس 5G نسخه 8 جيجا بايت رام مقابل 256 جيجا بايت روم، راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 69500 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي نوت 11 428 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 38500 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي نوت 10 برو 828 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 49000 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي 10 S 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 42900 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي 10 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 31500 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي دي سي 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 29000 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي نوت 9 برو 828 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 41000 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي نوت 8 برو 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر 33000 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا ريدمي 8 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 18000 دينار جزائري. دروك نشوفوا البوكو، عندنا اول تليفون بوكو M5 464 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 32000 دينار جزائري. التليفون اللي بعده عندنا البوكو F35G 628 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 54900 دينار جزائري. بوكو F35G هذا حاجه مليحه. زوج تليفونات الاخرين واللي هما ريالمي، عندنا اول تليفون ريالمي C 53 428 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 32300 دينار جزائري. والتليفون اللي بعده عندنا ريالمي C 33 428 راه يدير حاليا في سوق الجزائر واحد 29500 دينار جزائري. ترى نقول لكم الخاوه، البري راه يختلف من محل الى محل ومن ولايه الى ولايه. ترى راك تحوس على تليفون وما لقيتوش في الولايه تاعك، روح فتش في الولايات الاخرى، زيد فتش في بالفور. فلافان تاع لا فيديو هذا، اذا عجبك لا فيديو هذا صحصح واستفدت منه دير لنا جيم، اذا ما كنتش من لا فامي دير ابوني وفعل الجرس ودير لنا ثاني انت جيم. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. يا سلام عليكم لافامي.